كيف أقوي الإيمان في نفسي وفي نفوس الآخرين؟ أنا سأذكر بعض الأشياء. أول شيء، أول حاجة هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات الحياة. معقول؟ يمكن هذا؟ نعم، يمكن عن طريق الأذكار. هذه خفيفة المحمل كثيرة الأجور. دعيني الحين أضع لك كذا، يعني لو يوم وبشكل سريع، نعم الوقت لا يكفي لنقول كل شيء، فقط أنا ألفت أنظاركم إلى ذلك. هناك عدد من الكتب حتى بعضها اسمها أذكار اليوم والليلة، وفيه حصن المسلم، هذا الكتاب الشهير لعبد الله بن وحف القحطاني جزاه الله خير، وهناك غيرها كثير من كتب الأذكار المختلفة. المهم تنتبهين يا بنتي ويا أخواتي وإخوتي جميعا إلى أن هذه بعض هذه الأذكار وضعها أناس مبتدعة، فيجب أن نفرق بين أذكار حواشيها رواه البخاري ورواه رواه مسلم وحديث صحيح رواه الإمام أحمد، يعني مخرجة الأحاديث، وبين كتب ستجدين فيها أوراق متتابعة، كلام الحقيقة براق ومصنوع صناعة ويأخذ أحيانا بالعقول، ولكن الحقيقة أن بدع. فهذه الأذكار يجب أن نذكر الله عز وجل بما شرع. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يكون الله عز وجل معك. من كان مع الله كان الله معه. بل إن الأذكار خير حتى من الجهاد. تخيلي، خير أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ذكر الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة جليلة، وصلت إلى أن البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله تزن السماوات والأرض، وهي ممكنة للجميع، ما في أحد يقدر يقول أنا ما أقدر. مرة على واحد وهو كسيح مشلول، ليس ما تظهر عليه نعمة واحدة، فقير جالس مقعد وهو يقول الحمد لله الحمد لله. فقال له واحد، حين تحمد الله عليه؟ ما عندك شيء، يعني ما في نعم نهائيا تقول الحمد لله. فقال له اذهب عني يا بطال، ألم يجعل لي لسانا يذكره وقلبا يعرفه؟ يكفيني، هذا سعادتي، راح ندور سعادتك لشيء ثاني. اسأل أهل القصور الذين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. بعض أهل القصور لا يعرفون الله، يعني إنسان، يعني خلنا نقول ملياردير، وهو إنسان كافر ملحد، كيف يعيش السعادة هذا الإنسان؟ السعادة الحقيقية في الإيمان.